أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة، أيها السادة، أيها العلماء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتبادر لي أن كثيرا من الكلمات والأفكار التي سبقت، بعض منها تجنب لب الموضوع، وبعض منها حام حول الحمى. وببساطة طبعا الاختصار في فترة 10 أو 12 دقيقة عمل صعب في هذا الموضوع، إنما نختصر ونقول كإخوة متفاهمين مع بعضنا إن شاء الله، نقول بأن كلمة العولمة عبارة عن زخرف القول، يعني واجهة مصطنعة تخفي نوايا مبيتة من قبل دولة عظمى لتحصيل ما تستطيعه حسب فلسفتها السياسية، وذلك بالانقباض على شعوب العالم بآلتها العسكرية لتسرق مواردنا، موارد المسلمين وموارد المستضعفين. وليست هذه ظاهرة جديدة، هي موجودة، ومن يقرأ الكتاب العزيز يألفها جيدا. كانت هناك في الماضي حضارات قامت ثم انهارت، والآن عندنا حضارة تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن في رمقها الأخير. من يعول على آلته العسكرية يعني أنه مفلس من كل النواحي الأخرى، والآن صاحبة العولمة تعول على الآلة العسكرية وليس عندها أفكار ولا مبادئ ولا حتى فلسفة تعول عليها، وهذه بشارة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. إذا كنا نحن نعيش في عصر تتحدث فيه الولايات المتحدة الأمريكية إرادة جديدة، أيها الإخوة، نحن في مفترق تاريخي فريد من نوعه، لأن الأفكار التي كانت تحوز على اهتمام الناس وعلى توجهاتهم وتمتلك ألبابهم، هذه الأفكار كلها الآن ظهرت للعيان العالمي على إفلاسها. كلنا عشنا البعبع الاشتراكي الشيوعي الذي كان أمل الطبقة الكادحة والفقراء إلى آخره، أين هذا الآن؟ صار صفحة من التاريخ. الآن هذه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تملأ الفراغ بما يسمى عولمتها، وهذه أيضا إلى اندثار. إنما هناك مؤسسات، ولا يجوز لنا أن نستهين بهذه المؤسسات لأنها مؤثرة في حياتنا، سواء رغبنا بذلك أم لا، سواء اعترضنا على ذلك نظريا أم لا. هذه المؤسسات تتمثل في ما سبق الإشارة إليه من الهيئات المالية العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية وغيرها. هذه المؤسسات هي المحرك للعولمة،
لا نخدع أنفسنا. ليست هناك مثالية غربية. السياسة الأمريكية لا تقوم على أخلاق أو على خدمة الشعوب أو على ديمقراطية في العراق أو على إعطاء للشعب الفلسطيني حقه. هذا غير وارد، ولا يخدعن أحد نفسه بهذا. هذه المؤسسات كيف نتعامل معه؟ أنا يعني معذرة، البارحة لم أستطع أن أحضر بعض المحاضرات، ولكن حتى الآن لم أسمع، ونحن علماء ونحن تلامذة القرآن ونحن أتباع رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لم نسمع بهذه المؤسسة الربوية. الله يكلمنا عن ظاهرة الربا وكأننا نحن نلتفت يمنة ويسرى ونتجاهل هذه الظاهرة. مثلا بسيطا، إذا كان المسلم يمر في مدينة في شارع في مدينة ما في العالم أمام ماخور بيت دعارة، الدماء في عروقه تغلي لهذه أو لهذا الانتهاك الأخلاقي لمكان الإنسان، لقيم الإنسان، لاستقامة الإنسان. أما عندما يمر أمام مصرف ما يسمى بنك، يمر أمامه يعني شيء عادي، لا يثار ولا يهتم، يعني شيء عادي هذا. وهو هذا البنك المسؤول عن المواخير وعن بيوت الدعارة وعن الفساد الأخلاقي في العالم، ونحن لا نحس بهذا. هو غياب هذا الوعي عنا فتح فجوة لما يسمى قضية العولمة هذه التي تتغول على العالم، ونحن أولى ضحاياها، لأنهم يعلمون أن من بين كل أقطار العالم وشعوب العالم إنما المسلمون وحدهم الذين يحملون إمكانية إخراج الناس من هذه الجاهلية المعاصرة إلى عالمية الإسلام. والعجب العجاب أن كل منا يقرأ كم مرة في يومه في الصلاة الحمد لله رب العالمين. هذه الآفاق العالمية، من من بني البشر عنده الآفاق التي عندنا؟ آفاق الأولى والآخرة، آفاق المشارق والمغارب، آفاق الجن والإنس. من عنده هذه الآفاق وهذا التفكير؟ وبالرغم من أننا نقول هذه الكلمات في صلاتنا كل يوم نبقى محليين، لا تظهر فينا هذه العالمية على مستوى تفكيرنا وتعبيرنا عن هذه القضية الحساسة الآن. وحتى نختصر الطريق، ما هي العولمة وما هي عالمية الإسلام؟ العولمة تتمثل بالسياسة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية التي هي آخر حلقة في الحضارة الغربية لتواجهنا، وعالمية الإسلام لنقول بصراحة تتمثل هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نتكلم، أين هم المسلمون الآخرون في العالم الذين يدعون السنة والشيعة، العرب والعجم؟ كل شرائح المسلمين يجتمعوا في اجتماع مثل هذا لنواجه التحديات التي تحيق بنا. هناك ما يسمى أمم متحدة، هذه تسمية خاطئة، هي أمم متفرقة جمعتها المصالح، ويأتون إلى جنيف ويأتون إلى نيويورك ويتخذون قراراتهم، ونحن مفروض أن تكون لنا، نحن المسلمين مفروض أن تكون لنا مركزية، وهذه المركزية يجب أن تكون في مكة، في أم القرى، في المدينة، وفي القدس. ولكن حتى لا نستطيع أن نجتمع في مكة لنعبر عن أخوتنا الإسلامية، معذرة لمن كان لا يحمل هذا الفكر أو لا يشعر هذا الشعور، معذرة لكم، ولكن الأولى أن تكون الأخوة الإسلامية تنطلق من بيت الله الحرام، من الحج،
من العمرة. لماذا؟ عند ذاك يحس الناس في العالم بأن للمسلمين مركز ثقل، مركز قوة، والقضية بعد وقبل كل شيء قضية قوة، القوة المادية التي تغطرس بها الولايات المتحدة الأمريكية ومن لف لفها، والقوة الإلهية، يد الله مع من؟ مع المتفرقين، يد الله مع من؟ مع المتشاحنين، يد الله مع من؟ يد الله مع الجماعة. وهذه الجماعة هي عالمية الإسلام، وتبدأ بنا نحن حيثما كنا، ليكن هذا الاجتماع هنا مرة في طهران، وإن لم تكن مكة، حيث نرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن تتفتح أبوابها لسائر المسلمين، لسائر المؤمنين، كي يعبروا عن أخوتهم الإسلامية وبراءتهم من المشركين، براءتهم من أصحاب العولمة وحكومات العولمة وأديان العولمة. ولما لا؟ وهي البلد الآمن المطمئن الذي تهوي إليه أفئدة الناس وأفئدتنا. أيها الإخوة، هناك من يخطط خططا رهيبة ضد أنفسنا، ضدنا نحن. نحن لا نريد أن نلقي كل اللوم على الأعداء، نحن نعلم أن لنا أعداء لهم جذور تاريخية ولهم مخططات جهنمية للمستقبل، ولكن من ناحية أخرى هناك كثير من اللوم الذي يقع علينا نحن أنفسنا. أنفسنا، وأن تكون لنا هذه الثقافة الإسلامية التي تتفق على أصول يشترك فيها كلنا، ثم هذه الفروع التي هي قابلة للاجتهاد، فلنتقبل هذه الفروع بالاجتهادات المتنوعة والاجتهادات المتراكمة والاجتهادات التي قد تتفق في بعض الأحيان وقد لا تتفق في بعض الأحيان الأخرى، ولكنها تضمن لنا الحرية في أن نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بقلوب مرتبطة وبعقول واصلة. لا يضيع ولا يشتت جمع المسلمين، فهيوا إلى هذه الأصول التي تجمعنا، وإلى ثقافة التقريب والتوحيد. وربما كانت كلمة التوحيد كلمة كبيرة هذه، نوحد المسلمين من المحيط إلى المحيط، هذا هم كبير وهذه غاية قصوى، ولكن بأقل التضامن للإسلامي خصوصا في مثل هذه الأوقات. لا أريد أن أطيل، انتهى الوقت كما قال مدير الجلسة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يقوينا على أن نقول الحق ولا نبالي في ذلك لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا سواه، والله وحده يقول الحق وهو وحده يهدي السبيل. والسلام من الله عليكم ورحمة